نعطيك سبع أقلام بيهم اكتب، اقرأ المعاني وعيش بالتجريب. بنادم عايش على هواه متركب ومتقدرة له جميع المكاتيب، يسخر له ربي ما ياكل وما يشرب وقداش رزقه واش يجي في الجيب. أما يعيش سعيد ولا يتعب، يما يموت صغير ولا يشيب. وإذا الدنيا زهقت العبد راهو ويكسب دوبل وريالات ومحابيب، وكي يتكلم المحال يولي أسود يصير كلامه أطيب من الطيب. وإذا عكسته صار دمعه يسكب، لا يفيد مداوي ولا يفيد طبيب. وإذا يحكي الحق يقول ويكذب، لا يصدخل بعيد ولا قريب. هذه حال الفانية يا صاحبي، اللي تبعها تكرب وتكريب. البغدي يما عكسني، يما عكسني، والايام زادت في العناد معايا. عمرو يوم انصفني، يوم انصفني، ولا جاب صفي ولا افتح لي ثنايا. وقتاش يما البخت يتحيرني يتبسمي، يمي يمدي ويخف علي جاية علي جاية. خايف للحال يدوم ويوالفني، خايف للحال يدوم ويوالفني. يمي يمدي ويطول، يمي يمدي ويطول بيانا. Yeah.